أم معاذ من القليوبية. السلام عليكم يا أم معاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. الحمد لله الحمد لله. بس بجد والله أنا بشكر حضرتك جدا على البرنامج، ربنا يجازيك كل خير. احنا وإياك يا جميل. والله حضرتك يا دكتور، حضرتك عم بتتكلمي عن قصة الاختيار. أنا متزوجة بقالي 9 سنين دلوقتي. تمام. طبعا أنا كنت متزوجة، كان زوجي ما شاء الله عليه إنسان ملتزم وأخ فاضل، بس للأسف يعني بقاله دلوقتي داخل على 2 سنين حاله انقلب، بني آدم تاني خالص. يعني بقى يأثر في الصلاة وبقى يشرب سجاير وشيشة وحاجات من دي، وأنا مش عارفة حتى أخلاقه معايا اتغيرت جدا. الموضوع ده مأثر على نفسيتي ومش عارفة بصراحة، مخنوقة مش عارفة أعمل إيه. حاولت إن أنا أنصحه لله كذا مرة، ما بيقبلش نصيحة من أي حد، ومش عارفة يا دكتور والله أعمل إيه. طب قولي لي قولي لي قولي لي يا أم معاذ، هو غير صحبته مثلا، اتصاحب على أصدقاء سوء؟ أيوة، إيه اللي غيره؟ أيوة، اتصاحب على أصدقاء سوء للأسف. طب فين الصحبة الأولانية؟ حضرتك عارفة الظروف طبعا اللي إحنا فيها. حد بيشوف حد ولا بيقابل حد. وطبعا انا حاولت افهمه ان احنا مرتبطين بالله عز وجل، حتى لو الانسان لوحده في الدنيا كلها لازم يظل ثابت على طاعه ربنا، ولازم يظل على دينه مهما كانت الظروف اللي حوالينا. يعني صح. الموضوع مش مقتصر، يعني انا ما كنتش مؤمنه بالله عشان صحبه، انا مؤمنه بالله عشان ربنا سبحانه وتعالى، وملتزمه عشان ربنا سبحانه وتعالى. دايما يقول لي انت السبب ومش انت السبب، وانا والله مش عارفه. ده هو اللي راح يشرب كل حاجه عليا، بيقول لي هو كل حاجه بيرميها عليا، اي حاجه انت السبب، لا كل حاجه انا السبب. لا وانا والله يا دكتوره مش عارفه اعمل ايه. طبعا دعي على اي حاجه، تلكيك، عارفه تلكيك على اي حاجه. يعني ابقى صاحيه من النوم بدري، احضر الفطار واشوف ابني، ازاي اصحى بدري واعمل دوشه؟ ما اعملش دوشه والله. معايا اطفال صغيره، معايا 3 اطفال دلوقتي، وانا ببقى محتاسه طبعا، معايا طفلتين ورا بعض الصغيرين جدا. طب اسمعين اسمعيني يا ام معاذ، اسمعيني يا حبيبتي هجاوبك. اولا انا بقول لك في البدايه انت مش السبب يا حبيبتي، ولا تزر وازره وزر اخرى، وكل نفس بما كسبت رهينه. اللي بيعمل عمل، اللي بيشيل قربه مخروب تخر على نفسه هو، انت اللي شايلها، انت اللي عامل العمله يعني، ولا كان كل واحد يتحاسب بقى باذى الثاني يعني. انا اللي جبت لك اصدقاء السوء، انا اللي قلت لك ابعد عن طريق ربنا، طيب اعمل ايه؟ انت السبب، دي كارثه يعني. هو راح يشرب وساب الصلاه، يبقى انت السبب، انت اللي خليتيني. ليه حتى استفزتك فرحت تعمل طف علاقه ده بالصلاه؟ بص يا بنتي، اولا هقول لك انت تعملي ايه بما يرضي الله. اولا انت ما عليك الا النصح والارشاد، افضل دايما انصح واوجه بالله واذكر بالله وادعي في الصلاه واسمعه ان انا بدعي له يا رب كذا، واهدي زوجي وردنا اليك ردا جميلا. ودايما اتكلم عن الذاتيه في العباده، واتكلم ان سيدنا ابراهيم كان امه قانتا، ما كانش في حد بيوحد سيدنا ابراهيم، أمة قانتا هو الوحيد. ها، ومع ذلك هو، أنا يعني إذا أحسنوا أحسنت وإذا أساءوا أساءت. ما ينفعش ما ينفعش. علاقتي بالله في السر زي العلن، علاقتي بالله في الصحبة زي برا الصحبة، وده من الإخلاص. علاقتي بالله ملهاش علاقة بفلان جه ولا فلان ما جاش، ولا الصالحين جوه ولا الصالحين اتسجنوا ولا الصالحين اتقتلوا، ماليش دعوة. علاقتي بربنا ملهاش دعوة، فلان مش هيجي يقف يتحاسب بدالي، ما عليهم الا ان ده الطريق يا جماعه، اهو ده الطريق بتاع ربنا، امشوا فيه. فاللي عايز يكمل بيكمل، لكن اتساقط واجيب اللي اصل مش عارفه ايه، ده مش صح. فانت ما عليكي الا النصح والاستعانه بالله، وتصبري عليه يا بنتي، اصبري، خدي بيد اخوك، ما تبقاش عون للشيطان. فما ده اخوك، فما بالك زوجك حبيبك. ها، زوجك حبيبك، مالكيش غيره، اللي انت سنده، اللي بص ما هوش خافي عليه حاجه. وحاولي دايما يعني ما تبرينلوش ولا توضحي له انا انك عرفتي انه شرب، او تتجاهلي، او كانك مش واخده بالك. الحمد لله ربنا من عليك النهارده، ها كده الحمد لله كذا، وندعي ربنا سبحانه وتعالى يقويك بكره. لكن لا، شرب حاجه ليه؟ استغفر الله استغفر الله ليه؟ يعني مش عايزين الانتكاسه بعد الهدى. ولكن خدي بايديه واطلعي معاه، خدي بايده وكوني عون له مش عليه، ما تبقيش انت والشيطان عليه. والدعاء والاستعان، ما تفضحيش زوجك، ما تحكيش لحد، ما تقوليش ده حصل له كذا وكذا، وتهتكي ستره بره، حافظي عليه وادعي له، وحبه بحبه كده تنصحي مره وتعدي يومين وتنصحي تاني ويعدي يومين وهكذا، ما تيأسيش.
تمام. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بصلاح الحال.